الو ايش في يا يوسف؟ اتصلت علي 10 مرات. اتخيل معايا 1000 سنة من دحين، ديناصورات آليين ومغامرة وسط طبيعة خرافية، وتكون انت هناك قاعد تصيد. والله برافو يوسف يعني، بس للأسف مستحيل تجرب هالشيء. صدقني إلا تقدر. كيف والله؟ Horizon Zero Dawn. السلام عليكم شباب، معاكم يوسف رز من قناة بلاي ستيشن الشرق الأوسط، واليوم حتكلم لكم عن 9 أشياء لازم تعرفوها عن لعبة Horizon Zero Dawn. تجري أحداث اللعبة بعد 1000 سنة من الآن في عالم عجيب مرة ومليان مفاجآت. البشر هداك الوقت يرجعوا للطرق البدائية للعيش، مثلا الاعتماد على الصيد لتأمين الطعام. إيلوي هي بطلة القصة، وهي فرد من قبيلة نورا، تتميز بالشجاعة وعندها خبرة كبيرة في الصيد وصنع الأسلحة والدفاع عن النفس، خبرات كثير حتكتشفوها أثناء اللعبة. إيلوي تم إبعادها من قبيلتها لأنه ما عندها أم، وهي في الواقع ما عرفت أهلها من يوم من ولدت. عشان كده إيلوي حتقبل تنفذ المهمة، وإذا نجحت فيها حيقولوا لها زعماء القبيلة بعض المعلومات عن أهلها. محرك اللعبة اسمه ديسما إنجن، والكل تكلم عن روعته وقدراته الخارقة اللي تنقل اللاعبين لعالم تاني. والمثير للانتباه انه هيديو كوجيما عمل اتفاق مع غوريلا جيمز عشان يستخدم المحرك في لعبته الجايه اللي هي ديث ستراندينج. هذا الشيء لوحده يبرهن عظمه المحرك. شجره المهارات او السكيل تري في اللعبه تنقسم لثلاثه اقسام رئيسيه، كل قسم مخصص لنمط لعب معين. اول واحد اللي هو برولر يختص بمهارات التخفي، وفي بريف يختص بمهارات القتال، واخر واحد اللي هو فوريجر ويختص بمهارات التجميع والصيد. دور كبير للصيد في هذه اللعبة، بحيث تساعدكم صيد الوحوش على تأمين الموارد الأساسية اللي تمكنكم من الاستمرار في اللعبة. الموارد من الحيوانات تأمن لكم طعام والباس، والموارد من الوحوش الميكانيكية تأمن لكم قطع لتصنيع الأسلحة. العديد من المهمات الجانبية تقدمها لكم اللعبة، المهمات كلها تنوع ومغامرات وتحدي يخليكم تخشوا أكثر في عالم اللعبة، وفي نفس الوقت يطور خبراتكم وقدراتكم لأداء أفضل. عالم اللعبة يحتوي على الكثير من الأعداء من مختلف الأنواع. بالنسبة للأعداء الميكانيكيين لهم أكثر من 10 أنواع مختلفين، مو بس بالشكل فحتى طريقة التصرف كمان. الأصوات اللي تطلع منهم تساعدكم تعرفوا إذا هم يبغوا يهاجموكم أو خايفين منكم. خريطة اللعبة واسعة جدا وتتقسم لثلاث أقسام رئيسية، في كل قسم نوع معين من الأعداء وطبيعة وجو خاص فيها. وبكده شباب نكون وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم. لعبة Horizon Zero Dawn تعتبر واحدة من أقوى ألعاب بلاي ستيشن الحصرية، هتعيشكم تجربة لعب ولا أروع. لا تنسوا تعملوا اشتراك في القناة وتعملوا لايك وشير وتضغطوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة. أوه وبالمناسبة في مفاجأة على الطريق، خليكم جاهزين. مع السلامة. من أجل اللاعبين.